ينقل هذه الرواية أحد الرواة، يقول: جئنا مع فلان الحلبي إلى مدينة السامراء. الإمام جلب إلى مدينة السامراء، الإمام هو كان في المدينة، ولكنه الإمام الهادي صلوات الله عليه مع أبيه جلب بالقهر إلى سامراء حتى يكونون تحت نظر الحاكم في مدينة العسكر، يعني مثل ثكنة عسكرية، مثل مدينة العسكر. الإمام جلبوه إلى هنا في وسط العسكر وتحت نظر الحاكم. يقول الراوي: جئت أنا وفلان الحلبي إلى سامراء وأخذنا نترصد خروج الإمام صلوات الله عليه، فخرج. يبدو كان يوم معين أو وقت معين الإمام كان يطلع. يقول: فخرج إلينا توقيعه، توقيع الإمام العسكري. يقول الإمام في هذا التوقيع: إذا خرجت فلا تسلموا علي، لا تسلمون علي. يعني في ذلك الظرف أحد الموالين لأهل البيت ما كان يتمكن يسلم على الإمام، اللي السلام حق لكل مسلم، أي واحد مسلم شفتوه بالطريق سلموا عليه، هذا حق له من حقوقه. ولكن إمام من أئمة أهل البيت، إمام معصوم، واحد ما يتمكن يسلم عليه، ولا يشر إلي بيده، يعني حتى إشارة، واحد يشير للثاني مع الثاني يقول هذا هو الإمام، ولا يشر إلي بيده ولا يومئ إلي. الإيماء الظاهر يعني الإشارة بالرأس أو بالعين، واحد مو بإيده، حتى برأسه أو بعينه لا يشر أن هذا هو الإمام. فإنكم، لاحظوا التعليل، لا تأمنون على أنفسكم. إذا واحد سلم على الإمام أو أشار بيده إلى الإمام أو أومأ بعينه إلى الإمام، واحد من الجنود في تلك الثكنة العسكرية مدينة السامراء، إذا شاف لا يأمن على نفسه، يعني يمكن يأخذوه يقتلوه، أنه ليش أشرت إلى هذا الإمام؟ لا بأس بأن ننقل تتمة هذه الرواية، كان شاهدنا إلى هذا المقطع. يقول هذا الراوي، يقول: وكان بجنبي شاب، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان من ولد أبي ذر الغفاري، أنا من أولاد أبي ذر، من أحفاده يعني. فقلت له: ولماذا جئت إلى هنا في مدينة سامراء؟ فقال: أردت أن أرى الإمام، يمكن أشوف منه دلالة تطمئن قلبي، أريد أن أطمئن أن هذا هو الإمام. يقول: فجاء الإمام ومر ووصل إلينا في الطريق، فالتفت إلى هذا الرجل، ولعله بقدرته، بالقدرة الغيبية،
بقدرة الإمامة صرف أنظار الناس عن هذا المشهد السريع. قال له الإمام: أغفاري أنت؟ يعني من أولاد أبي ذر أو من قرية غفار، من مدينة غفار؟ قال: نعم. قال: ما فعلت أمك حمدويه؟ يعني شلون أمك؟ فقلت: بخير. ومر الإمام. هو هذان السؤالان يمكن في كم ثانية. فمر الإمام فقلت لهذا الشاب: هل رأيت هذا من قبل؟ شايفه من قبل؟ قال: لا. قال: هل عرفته من قبل؟ قلت: لا. الإمام: لا شايفه ولا شايفني، كيف عرف أني من أولاد أبي ذر؟ وكيف عرف أن أمه اسمها حمدويه؟ قلت له: أو يكفيك هذا؟ هذا المقدار كافي حتى يثبت لك إمامة هذا الإمام؟ قال: نعم، ويكفيني دون هذا، أقل من هذا يكفيني لكي يثبت لي أن هذا هو الإمام. لاحظوا ذلك الظرف الذي عاشه آباؤنا، واحد ما يتمكن يتختم باليمين لأنه يعرف، واحد ما يتمكن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ علي بن يقطين، لأنه إذا عرفه الحاكم أخذه وقتله. واحد ما يتمكن يسلم على الإمام أو يشير إلى الإمام أو يومئ إلى الإمام، لأنه بتعبير الإمام لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، روحه في خطر.